شامبيونز ليج يعني منافسه كبيره، لكن على فكره تشيلسي ممكن لغايه دلوقتي ما يطلعوش، ممكن لا يطلعوا الشامبيونز ليج ويطلعوا في اليوروبا، في اليوروبا ليج المنافسه كبيره جدا ما بين تشيلسي كام؟ تشيلسي 63 نقطه باين. تشيلسي ممكن ما يطلعوش الشامبيونز ليج في حاله ان ليستر يتعادل مع مانشستر. ما في واحد هيطلع من مانشستر يونايتد وتشيلسي. لو ليستر اتعادل الماتش الجاي تشيلسي بره. ما تشيلسي عنده ماتش ممكن يكسب فيه برضه. ما انا كلهم ناقصين ماتش. النقط كام دلوقتي؟ كلهم شبه كلهم 63 59 58 63 62 63 62 63 62. ده قريبه قوي. اي حاجه ممكن تحصل. لا هو المشكله ان ليستر هيلاعب مانشستر يونايتد في ليستر. ده ماتش هو ده اللي هيحدد يعني. تشيلسي لو تعادل ماتش خلاص وصل يعني، لان حد من التانيين هيكسب او يتعادل هو عدى يعني. برضو الدوري يعني برضو في المؤخره الدنيا قريبه بشكل غير. لا وحظ. لا الحلو بقى في ماتش مانشستر يونايتد ان هو ده الماتش فرقتين بينافسوا بعض وهم هيلعبوا بعض. الماتش ده هيبقى ماتش ضرب نار. ضرب نار فعلا. الاثنين لازم يكسبوا، او على مانشستر يونايتد ما يخسرش، والتاني ليستر لازم يكسب وفي ملعبه. وبصراحه ليستر الدور الثاني لا يستحق تمام الشامبيونز ليج. ليستر كان في وقت من الاوقات ثاني الدوري الانجليزي بعد الكورونا، حاله غريبه جدا جدا جدا، وحشين جدا، ماتشات كتير قوي بيخسر. خسروا من بورموث 4، خسروا من بورموث خلاص هينزل درجه ثانيه، وده لسه من اسبوع على فكره مش من زمان يعني. لا ليستر بعد الكورونا في يعني وضع مختلف تماما تماما عن قبل الكورونا. كان قبل ازمه الكورونا كان ماشي بشكل كويس جدا، فرقه متماسكه جدا، روجرز عامل فرقه كويسه قوي. فتفتكر ماتش سيف كسبوا فيه 7، كان ماتش ايه؟ ليستر كسب 7 ساوثهامبتون. ماتش كان يعني من الماتشات الثقيله لليستر سيتي السنه دي. عمل سكور كبير جدا، عنده هداف الدوري